عزو، السلام عليكم، مرحبا بكم، اهلا بالمشتركين الجدد والقدم. طبعا اليوم ديروا خياطة ملابس داخلية حمالات الصدر، ديروها بطريقة سهلة كما تباع في المصانع. عندنا قطر، عندنا دائرة قطرها 36 سنتيمتر. القماش تحبي ديري الساتا، تحبي ديري، المهم يكون قماش يتكسل، القماش المطاطي إلاستيكي. عندنا دائرة قطرها 36 سنتيمتر، عندنا أشرطة هذو في الطول تاعهم، في العرض تاعهم 9 سنتيمتر، وفي الطول عندي شحال قلتكم 55 سنتيمتر. الزوج عندي هذا أشرطة الزوج، وعندي قطعة قماش واحدة أخرى في الطول في العرض تاعها 15 سنتيمتر، والطول على ما أظن 76 سنتيمتر. هذا واش تتحقوا باش تخدموا حمالات الصدر، 76 في الطول و 15 في العرض، حتى 80، يعني 76 حتى 80. عندنا هذه الدائرة نقسموها على زوج ونقطعوها إلى نصف دائرة، يعني نخرج منها نصف نصف للجهة ونصف الجهة الأخرى. أما بالنسبة للمقاسات انتي تقدري تكبري ولا تصغري على حسب لطاي تاعك. هنا راني نقسم الدائرة على 2، تكون على هذا الشكل، مثلثات خرجنا على هذا الشكل. بعد ذلك ناخذ الاشرطه اللي فيهم اللي فيهم 9 سنتيمتر في العرض، هذو نخيطوهم على شكل دي بروتيل بهذا الشكل، نثنيوهم زوج ثنيات من اليمين لليسار ونخيطوهم، الشغل نديرو دي بروتيل حماله يعني. هذه الطريقة نظيفة، ما تستحقيش سيرجي ولا آلة السرفالة، تقدري تخدميها وما تبانش الخياطة. نخيطو بهذا الشكل في زوج، نخيطوهم في زوج، نعاود نرجع لكم. نتمنى تديروا لي لايك، واللي ما اشتركتش تشترك في القناة. شكرا على التعليقات الجميلة، ونتمنى تفعلوا زر الجرس باسكو بزاف يشوفوا الفيديوهات ماشي مفعلين زر الجرس. اذا الخيط لي بروتيل هذو في زوج، فوالا، ومن بعد تشوفوا النتيجه هم ليك. بعد ما خيطتهم ناخذ المثلث الاول، نصف الدائرة الأول نطبقه على 2، نثنيه على 2 هكذا، نحد المنتصف بالمقص ولا بالطباشير كما تحبوا. هنا المنتصف نحدوه، نديرو ان كرون بالمقص وندخلو هاد لابروتال في الوسط، لازم تجينا في الوسط تماما. هذه هي نثبتوها بالخياطة، شوفوا مليح، نحدد المنتصف، نديرو الوجه على الوجه أولا، نحدو المنتصف، نحطو لابروتال في الوسط، نثبتوها بليبانجل، ومن بعد نجوزو عليها خياطة ونثبتوها مليح. إن شاء الله تكونوا فهمتوني، لي ما تفهمش تدير الفيديو على سرعة بطيئة. ونخيطو من الزاويتين، بعد ما ثبت هنايا لازم نثبت بليبانجل، ومن بعد نخيط من الزاويتين. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هنا راح نخيط على البعد 1 سنتيمتر، لازم نثبت لابروتال هذيك بالخياطة مليح،
باش كي نقلبها ما تقطع ليش. هنا ينثبت نعاود ندير بوين داغي عدة مرات باش ما تقطع ليش ما يتنحاليش هذيك لابغوتال. نعاود نخيط من هذه الزاوية. درك تشوفوا النتيجة كيفاش. نديرهم للجهتين طبعا. هاي لك النتيجة بعد ما نقلب. هذه هي لابروتال وهذه هي الحمالة. ندير نفس الشيء بالنسبة للجهة الأخرى. الآن ناخذ إبرة وخيط نديرو تكميشات من الجهة السفلية. نديرو تكميشات ديفرانس هكذايا. برك ماشي خياطة باش نديرو برك تكميشات باش تجمع لنا هذا المثلث يدولي لنا بومبي. ان شاء الله راكم فهمتوني. نديرو هذا الشيء بالنسبة للجهة الأخرى أيضا. هذه هي الطريقة. لازم نديرو تكميشات بالإبرة والخيط. القماش بالنسبة للقماش تحبي ديري الليكرا أو القماش إلاستيكي ولا الكوتون إلاستيكي ثاني بيزو إلاستيكي مليح. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه في الصدر وكامل لما يديروش لي ماتيير بلاستيك هذوك لي ماتيير سينتيتيك يديروا الكوتون لكن يكون يتمطط يعني إلاستيكي. نديروا نفس الشيء بالنسبه للجهه الاخرى. هنا نكمشوا بالخياطه ما نحيوش الخيط لازم نكمشوا هكذا. شوفوا الشكل هذا هو الشكل المرغوب. اللي تحب دير لي بونج في هذه المرحله تقدر تشري هذاك لي بونج اللي يديروه او يتباع عند لوازم الخياطه تحشيه للداخل دير لي بونج للداخل. بعد ناخذ هذيك القطعه الكبيره اللي فيها 76 سنتيمتر نديروها بهذا الشكل. نخليه بين الجهتين نخليه 4 من 3 الى 4 سنتيمتر انطلاقا من الوسط. لازم نحدد الوسط بيان سور. هنا خليت 4 سنتيمتر تقدري تخلي 3 الى حبيتي. ثم نثبت هادو الزوج. طريقه مخفيه للخياطه. لازم ناخذو جهه واحده فقط من هذا المرسو من هذه القطعه نثبتوها مع الحمالات الفوق هكذا. ثبتوها بالدبابيس ثم بالخياطة. بعد ذلك ناخذوا الجهة الأخرى ونغطيو بها. إن شاء الله تكونوا فهمتوني. هنا نثبت بالدبابيس بعد نروح نخيط جهة برك باش الجهة الأخرى نغطي بها الخياطات. الخياطة تجيني لداخل. هذه هي. هنا دركا بعد ما نخيط لتحت نزيد نغطي بهاد الخياطة من الفوق باش تتخبالنا كامل الخياطة. نديرو نفس الشيء بالنسبة للجهة الأخرى. لازم تجينا على بعد 1.5 من المنتصف 1.5 سنتيمتر من المنتصف. كيف كيف نديرو نفس الشيء ونخيطو هذه الجهة مع الجهة الفوقانية ثم نغطيو بالجهة التحتانية. ان شاء الله تتبعتوني تتبعوا مليح وتفهموا. هذه هي. من بعد نغطيو بالخياطه هذيك نغطيو بالقماش التحتاني وهذه هي النتيجه. دوك نروح نخيط تشوفوا النتيجه جاهزه معكم. هنا قبل ما نخيط نسيت قلت لكم ما قلت لكمش من الاطراف تخيطي اطراف هذاك الشريط. لازم تخيطي من اليمين ومن اليسار. فوالا خيط هكذايا ومن بعد نزيد نغطي بهذه الطريقه نخيط هنايا وتتخبى لنا الخياطه. شوفوا دركا كي الامام كي الخلف ما تبانش كامل الخياطه ما كانش كامل الخياطه تبان. هذه هي النتيجه المرغوبه.
بعد ما كملت الان عندي لابروتال النص الاخر تاع لابروتال هذيك نجي نثبتو من لتحت. هذه هي لابروتال هذيك، نجي نقيس 11 سنتيمتر من الطرف من الاكستريميتي تاع هذاك الشريط، نجي نثبتو هنايا. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. نثبتو بهذه الطريقه ونخيط، نثبتو مليح. شفتوا طريقه سهله ونظيفه، ما فيهاش خيوط وما فيهاش بقايا الخيوط. شوفوا نخيطوا مليح من هذا الاكستريميتي حتى لابروتال هذيك نثبتوها بيان. خليت 11 سنتيمتر نورمالمون، هنايا ندير على 11 سنتيمتر، وهذه النتيجه. ان شاء الله تجربوا وتعاودوا ديروا لي جيم. الى اللقاء.